التي نعظمت إن الكبائر بالغفران كاللمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاهنا بيته في ضيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لكل المسلمين بما يدلون في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي